السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود في معهد دراسات الموسيقية العراقي وأستاذ آلة النظريات. طبعا في البداية أشكركم أنا على التعليقات اللي هي دائما مثلت طيبة قلبكم وتشجيعكم إليها، ودائما أؤكد على أنه اللي عنده أي سؤال يكتبه في أسفل الفيديو بالتعليقات حتى أقدر أجاوبه وأنا تحت أمره. ودائما أؤكد عليكم متابعة تمرين الريشة للمقامات في كل مقام قبل في ربع ساعة تمر الريشة. لاحظوا أنكم هذا المقام الجديد اللي هو فرع من مقام السيقا، مقام الفرحناك، هو طبعا أجناس جنس سيقا على درجة العراق، وجنس عجم على درجة الدوغا، وجنس نهاوند على درجة البوسليك. بداية يأخذ سيكار ميبول ويأخذ فاديز وبالنزول نفس الشيء. لحظة أمامكم بالسلم سيكار بيمول دو ثم ري ثم مي ثم فاديز. الفاديز احنا بالعجل ناخذ الفا اصبع ثالث على الري، احنا نا ناخذ اصبع رابع، ثم صول ثم لا ثم ري صول ثم لا ثم هذا السلم أمامكم. طبعا ناخذ سيكار بيمول دو ري مي فاديز اصبع رابع طبعا على الري، ثم صول ثم لا ثم سي كار بيمول. أجناس قلناها جنس سيقا على درجة العراق، وجنس عجم على درجة الدوغا، وجنس ناوند على درجة البوسليك. طبعا هذا أمامكم بالعود سي دو ري مي طبيعي فا صول لا سي كار، ناخذ بالإصبع الأول والثاني سي كار لا صول فا ديز مي طبيعي دو العراقية. أتمنى أنه عرفتوا مقام فرحناك، ودائما أكد عليكم بصندوق الوصف اللي أسفل الفيديو لين حتى تقدر أنت تقارن حتى تعرف المقام يصير عندك فرق به. وأنا أشكركم ولا تنسون الإعجاب والاشتراك في قناتي، ومع ألف سلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.